صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه من صفحه تكمل العربيه. مباشره رح نقوم بتغطيه مباشره على اسواق المال وتحليل بعض الاخبار اليوميه اللي بنقوم فيها على منصه التداول باستعمال التحاليل التقنيه والشموع اليابانيه. وبجلسه اليوم خلينا نمر انا وياكم على معظم الازواج اللي اصلا طبعا انتم بتتداولوا فيها بشكل يومي. في البدايه بدي احذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عنا، وطبعا للاشخاص اللي عم بيتداولوا جديد بسوق الفوركس بتكون تعرفوا انه التداول شيء خطير لانه راس مالكم بيتاثر مباشره بالربح والخساره. فطبعا بتمنى لكم نهار مثمر ورائع، وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات الصباحيه. بالنسبه لجلسه اليوم ومع افتتاح ضعف اليورو دولار واسترليني دولار بجلسه اليوم، هذا الشيء طبعا باكد على انه ممكن يكون عندي بعض مرحله افقيه قد ما انتهينا منها بالعملات الرئيسيه. شو يعني؟ يعني عم نتكلم على زوج اليورو دولار، كان عندي بعض المنطقه اذا بتكون او التذبذب الافقي اللي عم نشهده على زوج اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده. هذه المناطق اللي هي مناطق المقاومه عم نوصل لها ما عم نقدر نخترقها، وايضا مناطق كعام معين يعني تقريبا، ما خلينا نقول انه عندي اتجاه معين او عندي فقط مقاومه، ولكن عندي الدعم عم بيوصل للسوق ويرتفع منها. هل يا ترى نحن عم نقدر نستفيد من هذه التقلبات؟ بفتكر انه الامور اصعب شوي مما هي. يعني للمضارب اللي عم بفكر انه يدخل بالسوق، وطبعا بافتتاح مراكز على العمله الاوروبيه الموحده عم بكون بعض الشيء يعني ضايع بمراكز، اذا هل يا ترى هي مراكز شراء ام مبيع. وانما طبعا نحن كمحللين تقنيين بدنا ناخذ بعين الاعتبار طبعا هذه المراحل الافقيه لنقدر نحلل معظم الازواج الاخرى، يعني من خلال اليورو دولار والمرحله الافقيه اللي عم بيدخل فيها، ممكن نقوم بتحليل عمله اخرى خلينا نقول، او زوج اخر، او خلينا نقول كروس اخر. استاذ انتو اليورو ين على سبيل المثال، بهذه المرحله الافقيه اللي عم نشهدها على اليورو دولار، اوكي؟ بدنا نشهد على بدنا نشوف الين الياباني، الدولار ين عم بيرتفع ين عم بيضعف الين، اوكي؟ عم بيضعف الين يعني اليورو ين المفروض انه يكون عم بيرتفع. فبهيدي الحالة إذا دخلت هلا على اليورو ين، أوكي، مثل ما طلب أستاذ أنتو، اليورو ين هو من العملات هلا الرئيسية اللي نتوقع إنه يكون طبعا بالاتجاه العام الصاعد، وهيك عم نشهده من مستوى ال 118 لمستوى ال 124. فلاش كراش حصل عنا، فلاش كراش وابتدينا بالارتفاع. هل يا ترى رح نكفي اتجاه الصاعد؟ اول شيء بدي اخذ بعين الاعتبار هذه الشمعه اللي تم تسجيلها عندي على رسم بين ال4 ساعات، هذه الشمعه الحمراء اللي تم تسجيلها من وراء ارتفاع معين، ابتدينا نشهد اشارات انعكاسيه، هل يا ترى رح نحترمها؟ يعني رح يحترمها السوق ولا لا؟ طبعا بهذه الحاله لا يمكن تحديد اذا بدكم هذا الموضوع الا اذا في حال اخذنا اشاره انعكاسيه منه للسوق، هذه الشمعه البيضاء اللي عم نشوفها امامنا، اوكي؟ بكل بساطه ممكن نستفيد منه للسوق ونقدر نحدد اشاره انعكاسيه. هلا وقف الخساره ما في شك انه بده يكون فوق اخر مستوى تم تسجيله عندي، يعني اذا في حال بدك تدخل بمراكز بيع استاذنته على اليورو ين، بدك تكون عارف انه وقف الخساره فوق مستوى 124.90، وممكن يكون عندي اشاره انعكاسيه بالجلسات القادمه لزياره مستوى 123، خلينا نقول 70، او مستوى 123.40. وانما اذا في حال طبعا تم اختراق هذه الشمعه، لازم تاخذ بعين الاعتبار انه ممكن يكون عندي اختراق وتكملة اتجاه الصاعد. هلا الام اي سي دي والمؤشر الام اي سي دي او الماك دي عم بيعطيني اذا بدكم اشاره شراء، لانه تم اختراق خلينا نقول المتوسط المتحرك الاحمر بالشموع او البارز الجرين، ولكن الاستوكاستيك عم بيعطيني منطقه تشبع بالشراء. شو يعني؟ يعني هذا الارتفاع صار مرتفع 600 نقطه، اصبح عندي منطقه تشبع بالشراء وعم يتداول الاستوكاستيك تقريبا بحدود ال 80 وال 85%، فبهيدي الحاله هذه المنطقة هي مناطق إذا بدكم بيع. صباح الخير، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة. لكن اليورو ين طبعا مع بداية تحليل العملة الأوروبية الموحدة واليورو دولار، وكنا قلنا أنه عم بيتداول بمرحلة أفقية، هل يا ترى اختراق هذه المرحلة أو هذه المنطقة ممكن تكون مميزة لبداية موجة اندفاعية جديدة؟ يعني إذا تم اختراق مستوى 115.06، هل يا ترى بنكفي اتجاه الصاعد لل 118؟ وإذا تم اختراق القاع، هل يا ترى بنكفي الاتجاه الهابط؟ خليني أقول لكم شو السبب وشو رأيي بالموضوع. أنا بالنسبة لي إذا في حال تم اختراق القاع اللي هو مستوى 112.87، ممكن كتير نكفي اتجاه الهابط وبشكل اندفاعي لزيارة مستوى 108 وال 107. ولكن إذا في حال تم اختراق القمة وهذه المقاومة، لا أتوقع أنه ممكن نكفي بالاتجاه الصاعد بشكل اندفاعي.
ممكن فقط نعمل تسجيل مستويات اذا بدكم بسيطه، اللي هي 100 نقطه ارتفاع على سبيل المثال، يعني 115.05 116.05 وبدايه انخفاض عن جديد. لانه هذه الموجه من وراء دخولنا بمرحله افقيه، فورا نحن كمحللين للتشارت او كتشارتيين لازم ناخذ بكل بساطه باخذ بعين الاعتبار على انه هذه المرحله الافقيه ويف بي او ثاني موجه تصحيه. شو يعني؟ يعني اول موجه تصحيه اللي هي تعتبر ويف اي اللي هي قد انتهت على هذه المستويات، اما ويف بي دخلنا بمرحله افقيه، هذه ويف بي اوكي اللي عليها اكس، حطينا اكس باللون الاحمر، ونتوقع انه ممكن اذا في حال تم اختراق ويف سي تكون عم نوصل لويف سي لهذه المستويات، يعني اي بي سي ثلاث موجات تصحيه بالاتجاه الصاعد. فبهذه الحاله السقف من فوق او المقاومه اذا تم اختراقها نتوقع ارتفاع فقط اخر موجه بسيطه قبل موجه انعكاس عن جديد، انما اختراق من ميل التحت رح تكفي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط، ونبتدي بالضغط السلبي على العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. اليو اس دي سي اتش اف، اليو اس دي سي اتش اف من الواضح ايضا انه لازم يكون داخل بمرحله شبه افقيه، ما في شك انه المراحل الافقيه فيها تكون بامتياز ميل على انخفاض او ميل على ارتفاع، ولكن هذه التقلبات اللي عم نشهدها على اليو اس دي سي اتش اف ديلي اوكي ايضا مرحله افقيه فيها تعتبر، لانه اذا فعلت دخلت بمراكز شراء السوق ما عم بيرتفع بشكل واضح، واذا دخلت بمراكز بيع السوق ما عم بينخفض بشكل واضح، عندي تقلبات شموع حمراء وخضراء بشكل كثير متقلب وفولاتيلتي مرتفعه، شموع حمراء ومن ثم خضراء، حمراء خضراء حمراء خضراء الى اخره، فهيدي ايضا مرحله افقيه، لانه الدولار السويس او الفرنك السويسري تابع لليورو دولار كل عمرهم من 20 سنة لورا كان عندهم علاقة بتربطهم بين اليورو والسويسراني، مش هناك الزوج اليورو سويس هو من الأزواج اللي ما كانت تتحرك كتير. هلأ من وراء ما فكوا الباريتي على اليورو سويس أصبح عندي شوي اختلاف بين التشارت بين السويس السويسراني واليورو، ولكن بعد عنده شوية علاقة إيجابية. هلأ بالنسبة لنا ما في شك أنه هذه المرحلة ممكن تكون ويف بي، وما في شك أنه ممكن نشتغل بمرحلة أيضا بويف اندفاعية بالاتجاه الهابط. انا برايي السوق لما يعطيني نفق ميل على انخفاض ومبين انه عنده ضعف او الزخم تبعه ضعيف، فبهذه الحاله اتوقع بعد شمعة حمراء بالاتجاه الهابط، يعني هذا الشيء بيدعم نظريه ارتفاع اليورو بعد اكثر وموجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد لمستويات 115.20. فبهذه الحاله ضعف الدولار سويس بيعني ايضا ارتفاع اليورو دولار. هلا على المدى الطويل، على المدى الطويل ما في شك ان احنا وصلنا لمستويات مقاومه مهمه جدا على الدولار السويس، اللي هي تقريبا مستويات 100.80 او 100.0 طبعا 90. فبهذه الحاله هذه المستويات مهمه جدا لناخذها بعين الاعتبار اذا حابين نفكر بمراكز الشراء، بفتكر لازم يتم اختراق لنكفي مراكز الشراء، وانما هذه المستويات خلينا ناخذ خطوط دعم ومقاومه وتحاليل تقنيه بسيطه كمان لنقدر ناخذ اذا بدكم اشارات من السوق. الدولار سويس ممكن يكون داخل بمثلث او بتراينجل، هذا المثلث ميل على ارتفاع من وراء ما دخلنا بموجات تصحيه A B C D E، ممكن يكون عم ننتهي قرب هذه المستويات باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه. مستويات ال 61% هي مستويات مهمه كحد اقصى 76.4%. هلا بدنا ننظر اذا في حال احنا عم نفكر بالشراء بدنا ننتظر تثبيت هذه المستويات 0.96 90 0.96 90 0.97، هذه المستويات المنتظره اذا في حال بدنا نفكر بمراكز شراء عن جديد. انما اذا في حال تم اختراق مستوى ال 76.4% في بوناتشي هذه المناطق ما تتوقعوا انه ممكن نقدر نكفي بالاتجاه الصاعد، ممكن نعمل ضغط سلبي. ولكن انا رايي الشخصي على المدى الوسط للطويل انتم عارفين انه انا بعدني شايف موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد للدولار الامريكي، وهذا بيعني انه ممكن طبعا نعمل ناثر بضغط سلبي على العملات الرئيسيه. ضعف اليورو بيؤدي لارتفاع بالدولار السويس وطبعا موجه ارتفاع، فهذه المستويات ممكن تكون سيناريو مميز للمضاربين ليدخلوا بمراكز شراء عن جديد وترجع طبعا نكفي اتجاه الصاعد. استاذ يحيى اهلا وسهلا فيك، رح ندخل ونشوف تحليل الذهب. تحليل الذهب انا من الاشخاص اللي بايع مراكز ذهب
واذا بفرجيكم المراكز اللي داخل فيها. طبعا انتم بتعرفوا انه داخل بمراكز بيع يورو كندي اللي ب 0.3 من العقد، جزء من العقد فيها 866 دولار ربح، وداخل بمراكز بيع 0.3 لاسعار الذهب من مستوى 1291.74 فيها 234 دولار ربح. انتم بتعرفوا انه بعدني شايف اسعار الذهب ممكن تكفي بالاتجاه الهابط، بعدني شايف ضعف الاسعار الذهب. ما في شك انه هذه الموجه كانت موجه واضحه على انه موجه تصحيحيه. هلا طبعا الارتفاع كان حاد من مستوى 1150 لل 1290، ارتفاع حاد، ولكن هذه الموجه فقط تصحيحيه، لانه بكل بساطه عم نسجل كنا نفق ميل على ارتفاع، والابور شانل عنده هذه الهيكليه اللي هي الهيكليه اللي بتقول ممكن يكون عندك قاعان وكمم بكل بساطه بشكل نفق او ابور شانل. فبهذه الحاله باستعمال فيبوناتشي وباستعمال ايضا تحاليل تقنيه البسيطه اللي هي النمط الاحتوائي او الانجلفينج باترن اللي شهدناه على القمه لاسعار الذهب اللي هي هذه الشمعه الحمراء بالذات، اعطتني اشاره سلبيه. سجلت شو يعني نمط احتوائي؟ يعني احتوت الشمعه اللي قبلها، سجلت مستوى اعلى من الشمعه اللي قبلها، اغلقت تحت افتتاحها فاحتوتها من فوق ومن تحت. هذا بيعني انه فريق الدبب ممكن يقوم بسيطره كاملة على رسم بيان للذهب بالجلسات القادمة. فدخلنا بمركز بيع ودخلنا وقف الخسارة على آخر قمة تم تسجيلها عندي اللي هي الـ 1297، ذاكرين دخلنا مستويات ستوب لوس على 1300، اعطيناه دولارين فوق آخر مستوى. فبهذه الحالة أتوقع تكملة اتجاه الهابط لأسعار الذهب بالجلسات القادمة، يعني أقله مستويات خلينا نقول الـ 1265. عند زيارة الـ 1265 من هونيك تقريبا بنرجع بنشوف وبندرس إذا بدكم يعني سيناريوهات مفترضة أخرى، إذا في حال ممكن نرجع نقلع، بنشوف مؤشر المومنتوم والزخم والفوليوم إذا هل يا ترى عندي طلب أكثر على أسعار الذهب. هلا بالنسبه لي احب مر شوي على الاجنده الاقتصاديه ونشوف اذا ممكن يكون عندي بعض التحاليل او البيانات اللي ممكن تصدر عنها تكون مهمه جدا. بالنسبه للاخبار اليوم رح اعمل كمان ابلود لاخبار مهمه جدا، وبدي لكم ايضا على يوتيوب، على يوتيوب اذا بتعملوا سيرش لتكمل العربيه اوكي او لتكمل فورا رح يطلع لكم كل الفيديوهات اللي تابعة لتكمل، ولكن بلغات أخرى أيضا. يعني عم نتكلم باللغة الألمانية وباللغة طبعا الإسبانية أوكي والإيطالية، فبهذه الحالة نتوقع أن لازم نعمل سيرش لتكمل العربية، تكمل إدارة عرب فوركس إلى آخره. أوكي أوكي خلينا نعمل سيرش تكمل عربيك أوكي، تكمل العربية مفروض نكتبها باللغة العربية كرمال نشوف تكمل باللغة العربية. وبتشوفوا انه عندي هون، عفوا بتشوفوا هون انه عندي بعض الفيديوهات اللي بنعملها ابلود اوكي، وطبعا ممكن تشوفوا كتير امور او كتير فيديوهات طبعا اذا في حال حابين انه تتابعوا صفحتنا على تكمل العربية على فيسبوك. فبهيدي الحالة طبعا للاشخاص اللي ما عم بيلحقوا يدخلوا على بالنسبة للتغطيات اليومية وما عم بيقدر او التوقيت عم بيكون غلط بالنسبة لهم او عم بيكونوا بيشغلون، ممكن تكونوا عم تتابعونا على صفحة يوتيوب. هلا بالنسبة لي للاجندة الاقتصادية حابب مر شوي اليوم، خلينا نقول تيوزداي او نهار الثلاثاء جانوري 8 اوكي، خلينا نشوف شو عندي بعض البيانات المهمة بالنسبة لليوم. بالنسبة للفرنش كارنت اكونت اوكي صدروا البيانات عندي في فرنسا، جي بي بي هاليفاكس كمان ايضا صدروا، ما عندي اي تحرك عظيم. بالنسبة لليو اس دي عندي الاكسبورت والامبورتس اللي هي التجارة طبعا استيراد والتصدير، ايضا ما انه شيء مهم جدا، ولكن ممكن خليني اقول يعطي مثل نبذة او خليني اقول فكرة عامة عن اقتصاد الولايات المتحدة. اذا استيراد والتصدير طبعا هي ناتج او بتدل على بكل بساطة الاقتصاد اذا عم يتحسن ولا لا. بالنسبة للجولز جوب اوبننج مهمة، مهم اليوم الجوبس جوب اوبننج اللي هي طبعا خلينا نقول بعد الافتتاح اذا بدكم، او خلينا نقول يعني الاهميه تبعها مهم. البيرو اوف ليبر شو يعني؟ يعني المكتب اللي هو بيعمل احصاءات تبع البيانات التوظيف اوكي، وبيانات التوظيف اللي هو جوب فيكنسيز او يعني فرص العمل الموجوده في الولايات المتحده. كل ما يكون عندي اذا بدكم فرص عمل اكثر، كل ما تخف البطاله، البطاله مهمه جدا لتحرك الدولار الامريكي بشكل ايجابي او سلبي. فبالنسبه لنا طبعا اتوقع انه يكون تكون الجولتس جوب اوبننج اليوم نتائجها ايجابيه، لانه اتوقع ضغط سلبي على اليورو وضغط سلبي على اسعار الذهب، فمن المتوقع ان تكون ايجابيه الارقام اوكي. بالنسبه لنا يعني هذا هو تحليل الذهب استاذ يحيى، ان شاء الله طبعا بتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى للجميع للمتابعين طبعا التوفيق و
يعني الاستثمار اصبح صعب شوي صغير بسوق الفوركس، بدكم تكونوا دقيقين، بدكم تاخذوا وقتكم بالتحاليل، بدكم تكونوا اكيدين من نقطه دخولكم. يعني عم بتلاحظوا انه اذا في حال نحن اكتشفنا، خلينا نقول انه اسعار الذهب لازم تنخفض، طب اسعار الذهب ممكن تنخفض ولكن من اي مستوى ممكن تنخفض؟ ممكن تنخفض من هذه المستويات او من هون او من هون او من هون او من هذه القمه او من هذه القمه. فبالنسبه لنا الانخفاض او اشاره انعكاسيه لرسم بياني معين، ممكن لازم نكون دقيقين شوي كرمال ناخذ نقطه دخول مميزه. اذا في حال نحن شايفين اسعار الذهب ممكن تنخفض ودخلنا بشمعه اذا بدكم يعني خلينا نقول منا مميزه او منا نقطه دخول ذهبيه خلينا نسميها، اوكي، ممكن ترتفع علي يرتفع علي السوق بشمعه خضراء وحده، اغلق مركز على خساره، اعمل بانيك اتاك او ذعر، خلينا نقول حاله من الذعر، اغلق مركز على خساره، يرجع ينعكس السوق ويرجع ينخفض ولكن انا ما اكون استفدت منه. فبهيد الحاله لازم اكون عارف نقطه دخولي لازم تكون مميزه، وخلينا نقول نختار نقطه دخول تكون شوي صغيره، اعطتني اشاره انعكاسيه بسيطه، اقلهم مثل نمط احتوائي بجمعه معينه او باستعمال مؤشر معين مثل اللي عم دخلكم اياه اللايرز اللي هو الام اي سي دي او الماك دي والستوكاستيك. عم بتلاحظوا على اسعار الذهب على رسم بياني اليومي اشاره انعكاسيه من البارز الخضر على المتوسط المتحرك الاحمر، هذه اشاره انعكاسيه وسلبيه، وايضا الستوكاستيك ابتدى من مستويات منطقه التشبع بالشراء، ايضا الانعكاس، والمتوسط المتحرك الاخضر ابتدى اذا بدكم يكسر الاحمر الاتجاه الهابط. هلا اسعار الدولار كاد، الدولار كاد هو من الاسعار الرئيسيه اللي كنا تكلمنا عليها، وعلى رسم بين اليوم نتوقع زياره اقله اول قاع قرب مستويات ال 129، ومن هناك طبعا نرجع بنفكر بسيناريو مفترض اخر، واذا في حال عن كف اتجاه الهابط او رح نرجع طبعا نرتد لموجه صعود جديده. ولكن اذا في حال الدولار الامريكي شايفين له ارتفاع، بدكم تنتبهوا شغله مهمه جدا بال 2019 يلي هي ما عندها علاقات ايجابيه بقى بين الدولار الامريكي ومعظم العملات الرئيسيه. يعني مش بالضروره اذا اسعار الذهب شايفينها نزول يعني اليورو نزول، ممكن اليورو يكون طلع والذهب نزول. اذا شايفين الدولار الامريكي طلوع، مش بالضروره انه الدولار ين يطلع والكندي يطلع ايضا، ممكن الدولار ين يطلع والدولار كاد ينخفض. فبهيدي الحاله بال 2019 بدكم تنسوا شيء اسمه علاقه ايجابيه والدولار الامريكي بيمشي سوا، وكل الازواج اللي بتهب على الدولار الامريكي بيمشوا سوا، والعملات الرئيسيه بيمشوا سوا. قديما عم نحكي من سنه او اثنين او ثلاثه لورا، اوكي، صباح الخير استاذ محمد، اهلا وسهلا فيك. من سنتين او ثلاثه لورا كنا نشوف انه الدولار الامريكي بيمشي خلينا نقول باتجاه واحد، يعني الدولار كاد مع الدولار ين مع الدولار سويس اتجاه واحد، واليورو والاسترليني والذهب باتجاه اخر مختلف، وطبعا كلهم بيمشوا سوا. ولكن هلا عم بتلاحظوا انه كل عمله عم تمشي لحالها. ليش كل عمله عم تمشي لحالها؟ لان اصبح عندي تغيير بالفوائد، اللي هي كل عمله اصبح عم تعطي مردود مختلف، اصبحت عندها اقتصاد مختلف. بريطانيا صحيح انه تابعه على الاتحاد الاوروبي ولكن عملتها مختلفه، يعني عم نتكلم على العمله البريطانيه. عندك اليورو دولار الاتحاد الاوروبي باجمعه، ولكن البريطاني او العمله البريطانيه عندها العمله البريطانيه اللي هي جي بي بي يو اس دي لحالها. هلا خروجها من الـ طبعا يعني بريكزيت او خروجها من الاتحاد الاوروبي، هذا الشيء بيدعم نظريه مختلفه عن انهيار لليورو دولار لزياره مستويات تحت الباريتي، تحت ال1 ل 0.95. هلا اذا بدي ادخل على التحاليل التقنيه، انا على رسم بياني الشهري ما في شك انه ممكن ايضا تحاليل تقنيه تدعم نظريه انخفاض خلينا نقول اليورو دولار لتحت الواحد. بعرف انه كثير اشخاص بيقولوا هذا الشيء صعب، ولكن انا بالنسبه لي وارد جدا على الرسم بين الشهري وباستعمال التحاليل التقنيه مع موجات اليوت، اوكي، مع موجات اليوت اللي هي طبعا منخفضين فيها بشكل نفق ميل على انخفاض، ممكن يكون عندها هلا ارتفاع بسيط جدا لمستوى 117، ولكن من ثم انخفاض لزياده مستوى 0.089 يعني ملامسه خلينا نقول مستويات او قاعان اكثر من مهمه لليورو دولار قبل ما نفكر بالاتجاه الصاعد على المدى الوسط للطويل، اللي هي طبعا بتكون بول فلاج او علم ايجابي. تمام، بتعرفوا شو يعني بول فلاج او علم صاعد؟ اللي هي اتجاه عم صاعد، نفق ميل على انخفاض بشكل علم وتكمل اتجاه الصاعد او كونتينيويشن ترند. هلا بيقولوا لي اليورو دولار لا ما ممكن يخترق الواحد وكثير عم بتخلص السوق ينزل. طب بالنسبة لنا ما في شيء مستحيل بسوق الفوركس. انخفاض اسعار النفط من المستوى 114 لل 20 ما كان مستحيل، الذهب من مستوى ال 1200 ال 1900 دولار ل 1200 ما كانت مستحيلة، صح؟
هلا بالنسبه لاسعار اليورو، انخفاض لمستوى 0.85 ما مستحيله. خروج بريطانيا وعدم دعم المانيا للاتحاد الاوروبي بشكل متكرر ممكن طبعا ياخذ اليورو لزياره مستويات ال 100 وتحت ال 100. فبهيدي الحاله المانيا بعدها الاقتصاد الوحيد اللي عم يدعم، خلينا نقول عن العملات الرئيسيه اللي هي مثل سويسرا، عفوا مثل جريس، اليونان، مثل البرتغال، مثل ايطاليا، مثل قبرص، مثل هذه البلدان المانيا عم تدعمها على طول. قديش البرتغال قديش قادره تدعمها؟ طبعا يعني ممكن تكون، خلينا الامور عم تتغير مع الوقت. استاذ احمد صباح الخير، الذهب قمنا بتحليله بشكل هيك شوي دقيق، إذا ممكن أنت ترجع تعيد الجلسة خلينا نقول، أو ترجع تحضر هذه الجلسة مسجلة على صفحة فيسبوك، أوكي؟ من البداية أكيد رح تشوف تحاليل لأسعار الذهب، لأنه حب نمر على أمور أخرى، أوكي؟ ولكن أسعار الذهب نتوقع انخفاضها بالجلسات القادمة لزيادة مستوى 1265 على المدى الوسط للقصير في البداية، ومن هناك رح نرجع نقوم بتحليل سيناريو مفترض آخر. اوكي، بدي اتكلم شوي صغير عن العملات او المؤشرات الامريكيه اللي هي عم تعطيني اشاره ايجابيه. بعرف انه معظم الاشخاص ما بيتداولوا بالمؤشرات الامريكيه، ولكن هل يا ترى ممكن نستفيد من ارتفاعهم؟ طبعا ممكن. ارتفاع المؤشرات الامريكيه بتعني ارتفاع الدولار ين، بعد عندي علاقه ايجابيه بين الدولار ين والاس بي 500 والداو جونز. ارتفاع الين الياباني بيعني ان الدولار ين، عفوا، ارتفاع المؤشرات الامريكيه بتعني ارتفاع الدولار ين، اوكي؟ ارتفاع الدولار ين بتعني انخفاض الين الياباني، انخفاض الين الياباني بيعني ارتفاع للمؤشرات وللكل الكروسز اللي عندهم ين ياباني، يعني استراليان ارتفاع، كاديان ارتفاع، سي اتش اف ين ارتفاع، جي بي بي ين الكريزي كروس او الكروس المجنون ايضا ارتفاع. فارتفاع المؤشرات الامريكيه، ممنوع يكون عندك مركز بيع للاس بي او للداو جونز او للمؤشرات الامريكيه ويكون عندك مركز شراء على استرليني ين، لا ممنوع. لازم تعرف انه عندي علاقه ايجابيه بين المؤشرات الامريكيه اللي هي الاس بي 500 والداو جونز والسوق الامريكاني مع الين الياباني او الدولار ين، وبهذه الحاله شراء الاسترليني ين لازم يكون واضح عندك انه ارتفاع المؤشرات الامريكيه يعني ارتفاع الاسترليني ين. يعني اتوقع على المدى الوسط للطويل ايضا موجه ارتفاع الاسترليني ين لزياده مستوى ال 149 او 152 قبل ما نكف اتجاه الهابط. او ممكن يكون على رسم بين الاسبوعي قد انتهينا من هذا الانخفاض، اوكي؟ وبكل بساطه سجلنا اول موجه تصحيه وثاني موجه تصحيه، ويف اي بشكل مثلث. خلينا نغير لون بس، عفوا، الخطوط بدي اعملها باللون الاحمر اللي هي طبعا ممكن تكون اوضح لنا. هيدا ارتفاع بمثلث، خليني اقول ميل على ارتفاع، هيدي من الواضح انه موجه اي، ويف اي. ويف بي بيستعمل في بوناتشي من اخر قاع لاخر قمه، زرنا مستويات تقريبا 61% او 76.4%، هذه المستويات هي مستويات شراء، ما في شك انه ممكن نرتفع بويف سي لزياده مستوى ال 171. انا الاسترليني ين بكل الجلسات بسنه 2018 كنتوا عم تسالوني شو رايك فيه، كنت عم بقول لكم انخفاض، ولكن الانخفاض لزياده مستويات ويف بي. اذا بترجعوا بالجلسات لورا وبتحضروا تسجيلات يوتيوب بتعرفوا انه ويف اي ويف بي كنا متوقعين لانخفاضها لهذه المستويات، وايضا هلا عندي ارتفاع للمستوى ال 171. ارتفاع استرليني ين لمستوى ال 171 يعني ارتفاع للمؤشرات الامريكيه بشكل ضخم. اسعار النفط، شو رايكم باسعار النفط؟ اتوقع بعد، يعني انتم عارفين ان احنا الوحيدين اللي كنا متوقعين انخفاض لاسعار النفط لزياده مستوى ال 40 دولار من مستوى ال 75، وكنا رسمنا الاندنج دياجونال اللي هي طبعا مثلث بانتهاء، اذا بدكم ويف اندنج دياجونال اللي هي بتجي بموجه الام 5 بموجات اليوت، وتوقعنا انه ممكن نرجع نزور مستويات ال 76.4% اللي هي تقريبا قرب مستويات ال 38.5 على اسعار النفط. هلا نحن وصلنا لمستويات بين ما بين، يعني بين 61.8 و76.4، هل يا ترى هذه المستويات ممكن يكون قد اكتفى فيها اسعار النفط ونبتدي بالارتفاع؟ طبعا ممكن. شو يعني وشو اللي بياكد هذا الشيء؟ انخفاض الدولار الكندي من القمه له، انخفاض الدولار كاد من مستوى ال 136 لمستوى ال 132 وضعف الدولار كاد بيعني ارتفاع اسعار النفط. يعني نحن بتحاليل التقنيه لانه عندنا سيناريو هابط على الدولار الكندي، ممنوع نحن نفكر ببيع النفط بالوقت الحالي، ولو حتى ممكن نكون عم نتوقع يكون بعد عندي موجه صغيره لاسعار النفط لزياره مستوى 38 قبل الارتفاع.
ممكن ولكن ممنوع ندخل مراكز بيع، لأن الدولار كاد هو من العملات الرئيسية اللي نتوقع انخفاضها، وقلنا زمان ناطرين، قلنا أكثر من 5 و6 شهور ناطرين الدولار كاد ليبتدي الانخفاض لزيادة مستوى 115، صح ولا لا؟ فبهذه الحالة أسعار النفط ولو حتى نتوقع آخر موجة هبوط ما بندخل فيها، ولكن بنفكر أو بننتظر قاع معين لنبتدي بالشراء وبالسيناريو الصاعد. أوكي، هلأ بالنسبة لنا الأسعار النفط أقله لازم تعمل موجة الصحية لمستويات ال 58 دولار قبل ما نرجع ندخل بمرحلة أفقية، إذا في حالنا نفكر بمرحلة أفقية. أنتوا عارفين إنه سوق الفوركس منه بهالبساطة إنه ينخفض السوق وفجأة يرجع يرتفع، لازم ندخل بمرحلة أفقية. ممكن على أسعار النفط نشهد هذا السيناريو، مرحلة أفقية بامتياز تمتد شهر 2 3 4 5 سنة ممكن، على مستويات معينة بين مستوى ال 40 دولار ومستوى ال 58 دولار، مرحلة أفقية وتذبذب أفقي قبل ما ناخذ اتجاه معين. ليكو شو صار بالغاز، بالناتشرال جاز، ناتشرال جاز بال 2008 انخفض، أوكي، ومن ثم أخذ مجرى من سنة 2008 لسنة تقريبا 2018 2019، بعده بين مستويات الدولارين وثلاثة قالوا اكثر من 10 سنوات. فبهذه الحاله نفس السيناريو عم بتوقعه، مثل ما حصل ايضا لاسعار الذهب. اسعار الذهب هلا برايكم هذه المرحله ما مرحله افقيه من وراء الانخفاض من مستوى 1900 دولار؟ انتم برايكم هذا السيناريو اللي داخلين فيه من مرحله افقيه، ممكن ننخفض بعد لمستوى 1000 دولار ونرجع نرتفع لمستوى 1004 ونرجع ننخفض لل 1000 دولار ونكفي هذا السيناريو نفسه مثل ما حصل عنا بسنه 1998، من سنه 1998 لسنه 2003 او 2004 حتى، عندي تقريبا بحدود الست سنوات دخلنا بمرحله افقيه بامتياز على اسعار الذهب. هيدي هي نفس السيناريو اللي ممكن ايضا يكون عندي موجود على اسعار الذهب وايضا على اسعار النفط. المراحل الافقيه هي المراحل اللي بتكون ضد المستثمر وضد المضارب. نحن كمضاربين بكل بساطه اذا في حالنا نفكر باتجاه صاعد او هابط ممكن نقدر نستفيد باشاره انعكاسيه، بشمعه انعكاسيه مثل ما شاهدنا هلا بالانجلفنج باترن والنمط الاحتوائي على رسم بين اليوم لاسعار الذهب. هذا النمط الاحتوائي هي كلاسيكال تحاليل تقنيه بسيطه، ولكن كل ما تعقدوا التحاليل التقنيه كل ما تكون اصعب عليكم. انتم عارفين انه لما نفتح نحن الكتاب ليش 99% من الاشخاص بيلاقوا سوق الفوركس صعب وممكن يؤدي لخسائر؟ 99% اذا مش 100% من الاشخاص والمضاربين. ليش؟ لانه على طول لما نفتح نحن كتاب، اذا بدي اقرا كتاب انا، هل يا ترى ممكن اقرا الفصل الاول ووقف؟ طبعا لا، بدي اقرا الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره. ولكن انا بالتحليل التقنيه نفس الشيء، بدي ابتدي بالشموع اليابانيه هيدا الفصل الاول، ولكن نحن كنفسيه مضاربين خلينا نقول كنفسيه مستثمرين ودخولنا على سوق الفوركس ما بيسمح لنا انه نحن نكتفي بالتحاليل التقنيه تبع الشموع اليابانيه، ممكن نكفي بالتحاليل لو وصلنا الى اليوت ويف، وهذا الشيء اللي بخلينا نضيع، وهذا الشيء اللي بخلي لنا دماغنا اذا بدكم خلينا نقول يلاقي صعوبه بالتحاليل بسوق الفوركس وبالشموع اليابانيه. فبهيدي الحالة هلا اتوقع انه انا باستعمال التحاليل التقنية البسيطة مثل الشموع اليابانية نكون عم ناخذ اشارات من السوق نقدر نستفيد منها، وانا بوعدكم بهذا الشيء. وعم تشوفوا النتائج امامكم داخل مركزين هلا، اليورو كاد 850 دولار رح اغلقه هلا، وعندي اسعار الذهب اللي هو 0.3 ب 246 دولار ربح، ولكن ما رح اغلقه هلا، رح خلي هذا المركز مفتوح كرمال لناخذ نقطة مميزة ممكن تكون 1265، ولكن بده انتظر بعد أكثر. ليكو هذه الجلسة كان فيها هيك خليط بين التفكير، بين التحاليل الاقتصادية، المؤشرات الأمريكية، علاقتها بالين الياباني، الدولار كاد، علاقته بالنفط، التحاليل التقنية، الشموع اليابانية، فيبوناتشي، مثلثات، رايزنج واتش، فولينج واتش. هذه الجلسات اليومية اللي عم بتكلم عليها يكون فيها معلومات عامة ممكن تحضروها وتستفيدوا منها بشكل عام. أنا مني هون لا طبعا يعني خليكم تجنوا أرباح طائلة وتعملوا مليون دولار بالنهار، طبعا لا، ولكن أنا هون فقط للتوعية، عم بنقلكم خبرتي الشخصية وخبرتي الخاصة، لأنه بقدر يكون الواحد بعده عم يستفيد من سوق الفوركس، وبتقدر تكون مصلحة 100% فيها مدخول. وطبعا لازم يكون مدخول تاني لنا وليس المدخول اللي نحن بنتكل عليه، لازم يكون عنا شغلنا الأساسي ولكن عنا مدخول آخر. طبعا اذا في حال بدها تكون هيدي مصلحتنا الوحيده بده يكون عندك متابعه بشكل دقيق و24 على 24 متابع على السوق. ما في يكون عندك مراكز منك متابع على السوق. متابع على السوق يعني متابع على الاخبار، متابع على البيانات اللي عم تصدر، منك متابع على المركز اذا عم يربح ويخسر.
كل ما تكون متابع المركز اذا عم يربح ولا يخسر رح تاثر على نفسيتك، ورح تكون اذا بدك يئست من المركز اللي دخلت فيه وعم بيفرجيك خساره، ورح تغلقه على خساره. فمش هيك الانسب انك تتابع السوق، يعني تتابع الاخبار وليس متابعه المراكز اللي داخل فيها، لانه تعمل لك قلق وتعمل لك اذا بدك نوع من الاحباط وتغلق مركزك على خساره. اغلاق الجوال واغلاق اللابتوب وطبعا الامور اللي بتعمل عليها تريدينج هو الانسب انك تعيش حياتك وتنسى انه عندك مراكز مفتوحه. مش هيك الديمو اكاونتس والحساب التجريبي بيربح اكثر من الحساب الحقيقي. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات، انا موجود للخدمه لاي شخص طبعا حابب انه يستفسر بعد اكثر على سوق الفوركس وعلى مؤشرات وبعض استراتيجيات التداول. بجلسه بعد الظهر بكون عندي استراتيجيه تداول او خلينا نقول بعض المؤشرات اللي عم بشرحها كرمال نكون عم نستعملها بشكل يومي. قناه التليجرام استاذ عمار انا ما بحق لي، وطبعا ب يعني وجودي بشركه تكمل ما بحق لنا نحن نعطي اذا بدكم بعض السيجنلز او خلينا نقول التوصيات، ولكن بحق لنا نكون عم نشرح بعض التفاصيل وبعض الرسوم البيانيه وبعض السيناريوهات المفترضه مثل ما عم نعمل بشكل يومي، ولكن ما بحق لنا نحن نعطي توصيات كشركه. فبهيدي الحاله يعني ماني قادر افتح، انا عندي قناه تيليجرام اللي هي اسمها تكمل العربيه، ولكن قناه التليجرام فقط للاخبار وبحط فيها بعض البيانات والى اخره وليس توصيات. فانا بتمنى نكون عم تستفيدوا من هذه الجلسات الصباحيه واليوميه، وعم تابعونا بجلسه بعد الظهر لمؤشرات واستراتيجيه تداول. كان معكم المحلل التقني من شركه تكمل مباشره، الى اللقاء.